من بين لي رابور المفضلين عندنا حنايا في هاشتاغ بيناتنا واللي هازين الرايه هازين الاعلام ودائما متالقين هما مسلم. مسلم اكيد ما كاينش اللي ما كيعرفوش. طلبنا منه كلمه في حقك الحر وهاشنو قال. بالنسبه للمراد الحر انا كيعجبني كيضربني من شحال هادي وكندعمو من شحال هادي الصراحه، لان قبل من كل شيء كيبقى ولد الناس، فهمت؟ ولد الناس قلب نقي يعني غيمشي بعيد ان شاء الله. هو انا ما كنحسبوش من جينيراسيون جديده لانه هو من شحال هو كيرابي، وان شاء الله غادي تكون عنده واحد كارير طويل ان شاء الله. كنتمنى له التوفيق، كنسلم عليه و كنقول له رانا معاك، جيب العز ولا كحس. مراد تعليق. بدون تعليق. علاش كنتي حاني؟ علاش كنتي حاني راسك؟ حيت سمعت هذا الكلام من عند محمد في الساعه اللي ما توقعتش نسمع صراحه، ما كنتش كنتوقع انني في البلاطو اليوم نسمع هذه الهضره من عند محمد. ف هو راه منذ الازل محمد كان لي واحد المعزه خالصه، ومهما يوقع لي وقع يعني كتبقى ديك المعزه. وصراحه والله لا تفاجات بالراي ديالو، كنتمنى اني نكون عند حسن الظن. حسيت بك تاثرتي واحد شويه وانا عارف علاش. كاين شي حاجه هو يمكن عارف علاش. ف شاركنا على الراب المغربي يكون بخير ان شاء الله. لا كاين شي حاجه بينكم وبين المسلم ويمكن فاجاه كبيره. غير الخير غير الخير غير الخير. انا ومحمد غير الخير.